ما شاء الله، أمطار غزيرة جدا. ترابزون 30/9/30 سبتمبر 2020، أمطار تهطل بشكل غزير ما شاء الله. ما شاء الله، طبعا هناك البحر الأسود بهذه الجهة المظلمة، ومثل ما نشوف البرق والرعد أثناء هطول المطر اليوم 30 سبتمبر 2020. فيديو حصري لسفير طرابزون. اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا يا رب.